بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، التحية تتجدد بحضراتكم، فأهلا بالجميع. نتواصل في هذا المساء مع هذه الانطلاقات لسن الحقائق، بينما هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تنطلق في هذا اليوم أول أيام السباق المحلي الخامس في هذا المساء في 8 نوفمبر لعام 2017 للميلاد. ينطلق الشوط التاسع، شوط مخصص للإبكار، بينما الثلاثة كيلومترات هي التي تحدد المسار إلى خط النهاية. نتابع مع هذه الانطلاقة أجمل المنافسات والتحديات إلى مقدمة الشوط. نتابع أول الأسماء المنطلقة بالتحدي الأول هناك مع خط البداية والمقدمة، ما شاء الله على اندفاعات وتحديات. نتابع السحابة مع المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز، الثاني ناصر بن حمد بن ناصر الحفيظ المري يقدم لنا سحابة مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني طواري خذت المركز الثاني في هذه اللحظة لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني. حمد بن لزيوح المري يقدم هذه الانطلاقة بتحديات طواري، بينما المركز الثالث من تحركت في هذه اللحظة مزوح مع المركز الثالث سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني بانطلاقتها الممتازة مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى التحرك في هذه اللحظة والانطلاق المميز من التماس التي خذت المركز الرابع في هذه اللحظة لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. جمع أبا بكر بن محمد بن أحمد يقدم لنا انطلاقة التماس، بينما خامس الأسماء أرى التقدم في هذه اللحظة. هناك الوصول مشاهدين الكرام والتقدم الممتاز من سبا لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، خمسة مراكز تنطلق، بينما الأسماء قادمة هناك من محور الإذاعة والصراع على ناموس هذا الشوط. لكن نعود إلى البداية، الصدارة والمقدمة هناك مزوح غيرت على انطلاقة هذا الشوط، وبدأت هناك تستلم زمام الأمور وتحديات البداية، ومركز الصدارة مزوح لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد ثاني تنطلق بهذا الأداء حتى هذه اللحظات، بينما الأسماء بدت في الاقتراب. ما شاء الله على أداء الكبير اللي نتابعه في هذه اللحظة والتواصل هناك، الإبداع المميز سحابة لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز الثاني ناصر بن حمد الحفيظ المري وبمعية سحابة. وتابع أيضا التسلل في هذه اللحظة، يا سلام، يا التماس 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 لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. مع أبو بكر يتابعها في هذا المسار، ولكن دها الله، يا سلام، وصلت في هذه اللحظة، خذت المركز الثاني، بدأت تغير إلى مقدمة الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. محمد بن برقان بن مقارح يتابع دها على هذا المسار، لكن الله يا مزوح 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 مزوح، ما عندها مزاح في الشوط، ما تبغي إلا الناموس إلا الانتصار بهذا التحدي في هذا المسار في هذا المسار. ما شاء الله مزوح المقدمة حتى اللحظة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، يأتي بهذا الاندفاع الجميل وتحديات مزوح على قمة هذا الشوط وعلى بداية هذا التحدي الجميل. إذن مزوح هي الصدارة حتى هذه اللحظات، بينما هناك دهات تحاول للوصول إلى مركز الصدارة، وهناك أيضا المحاولات من صدى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، ولكن هنا مزوح 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 البداية الناموس حتى اللحظة. هناك مع مزوح يتحدد مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. سلام يا مزوح، سلام سلام مزوح، سلام على هذا الانطلاق، على هذا الأداء الجميل. تحمل شعار سعادة الشيخ أو تحمل شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وتصل إلى خط النهاية محقق هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني على فوز مزوح في هذا الشوط، بينما المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام على ما يبدو هدها خذت المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، بينما المركز الثالث كان الوصول أيضا هناك بمعية دها الصدى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وأيضا سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان الوصول للالتماس لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام
أو المركز الخامس من وصلت مع المركز الخامس هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تهانينا أيضا لسعيد بن راشد الزعبي. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، تابعنا هذا الانطلاق والتحدي، ولكن مزوح هي صاحبة الكلمة في هذا الشوط وتحدي هذا الشوط، قاطع 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 22 ثانية جزءا واحدا من الثاني. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. بينما المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني دهاء وحققت أيضا 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 22 ثانية، 9 أجزاء من الثواني. كما نتابع أيضا هنا الفوتو فينش على الشاشة مشاهدين الأعزاء. إذن هناك تابعنا المركز الثاني مع الفوتو الفنش، وتابعنا دها نعمة من التي وصلت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. بينما المركز الثالث من وصلت في صدى محقق أيضا 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 22 ثانية، 9 أجزاء من الثواني. تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والتهنيل سالم بن عامر المدهوش. انتهى الشوط.